السلام عليكم البنات، وش راكم؟ نتمنى راكم كلكم بخير وكل في صحة جيدة يا ربي. معكم قناة مطبخ كوكي كوكي كيتشن، عنبة القناة العنبية والجزائرية. اليوم ان شاء الله فيديو جديد متنوع، راح نعطيكم شوية ندخل الكوزينة وبعدها راح نسدو الرحال ونحكمو الطريق مع بعضنا. اول شيء راح نبداو بالوصفه تاعنا تاع اليوم اللي انا درت فيها لا سوب. يعني عندي خرجه لاشيه ديسيديت باه نعمل لا سوب تاع العدس الاحمر مليحه للانيميا، يعني مفيده جدا جدا جدا. كيما شفتوا هذيك المقادير كامل قصيت الخضره كل مع بعضها، حطيتها اتقلات مليح مع البلوند بولي والكاسه داك تاع العدس، ومن بعد مرقت بالماء سخون، ومن بعد ما طابت لي ميكسيتها وتحصلت عليها بهذا الشكل. وصفه يعني روعه، ديجا راني درتها معاكم، نخليها لكم في صندوق الوصف وفي الفوق في الاقتراحات. اللي تحب تشوف يعني لا فيديو تاع لا سوب تاع العدس وننصحها انها تجربها لانها ياسر بنينه. ودرت معاها كذلك هذا الغراتان تاع الشوفلور، راني كيف كيف عملته في القناه البنات. الوصفه ديجا كي نكون عملتها ما نبقاش نعاود فيها، اشاك فوا نعاود فيها، غير لكن درت عليها تغيير جديد. هنايا شرشمت هذاك الشوفلور ولا البروكلو وقصيت زهرات كيما راهم دي بوكي، درتهم في الخليط تاع لادام والمعدنوس، ومن بعد قليتهم ودرت اون صوص روج درتها بالحمص، وقليت بطاطا، ومن بعد حطيت كلش مع بعضه. حطيت لهم يعني حطيت هذيك العصاص، حطيت البطاطا، حطيت هذاك الشوفلور وسقيتهم باللاصوص، ومن بعد درت لهم الفرماج من الفوق ودخلتهم للفوغ تجمروا وتحصلت عليهم بهذا الشكل. يعني الطبق هذا ياسر 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 بنين وجا رائع. نتمنى انكم تجربوا لا غوسيت، وهكا راني قاعده اشاك فون مديلكم في اقتراحات للغداء وللعشاء. يعني نتمنى انكم تروحوا تشوفوا لي فيديو اللي كنت درتها من قبل، اكيد راح تستفادوا. بعد ما تغدينا وكلش شدينا الرحال ورحنا حكمنا الطريق تاع القلعه. هذه الطريق تاع القلعه تشرح النفس، يعني طريق كاملة هو تاع البحر، خضر رائعة رائعة رائعة. نتمنى انكم يعني تزوروا مدينة القلعة ومدينة عنابة اللي ما تعرفهاش، نرحب بيك نقولك اهلا وسهلا بيك. شوفوا هنا هذيك هذاك المناظر تاع الخضر وتاع السماء وريحة البحر، هايلة هايلة هايلة. احنا قررنا ان نديو يعني نروحوا للزو تاع القالة اللي هي حديقة الحيوانات، بما انه في عنابة ما كانش حديقة حيوانات وولدي يحب الحيوانات يموت عليهم، دونك قررنا ان نديوه يشوفهم عن قرب وهكا يزيد يتعرف عليهم. هنايا هذه الدخلة تاع الزو، يعني عندي سافي لونطون ما رحت لهاش، وكي رحت يعني اتشوكيت فيها، يعني لقيتها هي هي ما كان حتى جديد ابار الاكوا بارك. كذاك لقيناه قافل. هنايا هذه الطريق تاع الدخله، يعني مهما يكون هكا ساعه ساعه ندي ولادنا نحيو شويه على خاطرهم، وسيختو اللي يحبوا ولادهم الحيوانات نقول لكم ما تردوش دقيقة أنكم تروحوا تزوروا هذه الحديقة. يعني جابوا فيها عدة حيوانات جديدة، وكاين حيوانات ماتوا، كاين حيوانات ياسر ما لقيناهمش. هنا يا بعد ما دخلنا أول شيء مع الدخلة بعد هذا يا ولدي قاعد يجري كما راكم تشوفوا فيه، يحب الحيوانات، هو من عشاق الحيوانات. اول شيء رحنا شفنا الطيور، قسم الطيور. هنايا لقينا هذه الببغاء العملاقه بصح ما تهدرش، يعني حاولنا ان نهدرها ما تهدرش. سبحان الله شوفوا ديك الالوان اللي فيها، يخلق الله ما يشاء. انا قاعده تاكل في الكاوكاو كما راكم تشوفوا، تقشر الكعبه تاع الكاوكاو وتاكلها كانها انسان، سبحان الله. يعني شكلها يهبل، الالوان اللي فيها تهبل وكانها مرسومه في تابلو.
شوفوا سبحان الله يخلق الله ما يشاء. يعني صراحة راح تستمتعوا، راح تمتعوا ولادكم، راح تقفوهم، راح تنعتولهم حيوانات، راح يشوفوهم، راح يلتمسوهم. يعني صراحة كانت عشوة نحينا فيها على بالنا وعلى خاطرنا هدايا القرد الشمبانزي، ولا جو بونس يعني ما كانش حيوانات كبيرة كبيرة كبيرة، لكن كاين عدة حيوانات مختلفة. هذا الأسود، يعني أنا المرة اللي فاتت كي رحت كانوا كاين غير أسود صغار، والمرة هذه لقيت ياسر الأسود الله يبارك، تشوفوهم ما كبار يعني، وكاين ياسر ياسر بالك واحد 20 أسد. كاين اللي راهم البرا كيما تشوفوا فيهم مطيشين، وكاين اللي لداخل كانوا قاعدين يزقروا جماعة مع بعضهم. وكل حيوان راح يحطوا لكم بطاقة تفصيلية عليه، يعني اسمه، كيفاه يعيش، وقته يرقد، قده من ساعة يرقد، البلاصة اللي يعيش فيها، يعني على كيف راح تقفوا ولادكم على كيف. هادوما الأسود البيضاء، دليت الأبيض يقولوا له. شوفوا هادوم كم كبار، انا حسب واش قريت في لابلاك تاعهم يرقدوا 20 ساعة، يعني يرقدوا 20 ساعة. وهادوم ولادهم الصغار الله يبارك، يعني عندهم واحد الزين يخلق الله ما يشاء. حبيت نوعلكم لكم شويه في لي فيديو، وانتي وانتم حبيباتي اللي قاعدين في الدار وتنحيوا شويه على بالكم وتنعتوا شويه لولادكم هكا تقفوهم، حبيتكم تشوفوا وش كاين وش ما كانش. يعني مش غير وحده تقعد قاعده في الدار ما على بالها بوالو، حتى اللي ما تخرج ولا اللي ما تقدرش تروح راني ديتها انا معايا اليوم. هنا عدة حيوانات مختلفة، هذا الدب الله يبارك كبير كبير كبير، حجمه كبير حتى خفت منه يعني. وهنا راني نصور مرعوبة يطيح لي التليفون يعني إذا كان طاح لي التليفون لداخل أديو مشني راح نروح نجيبه. دونك هنايا كما قاعدين تشوفوا فيه الدب هذا، شوفوا حجمه قدامه، يعني كاي غير واحد الحيوان تلقوه مختلف على الاخر، وتلقوه عنده صفات وميزات وكل حاجة خلقها ربي ملاحة. هذا الفنك هنا كما قاعدين تلاحظوا، هذا حيوان واحد اخر. هنا عدة حيوانات مختلفة، وشوية لونتروتيان ناقص، يعني ما فهمتش، ما عندهمش اهتمام كبير كيما نشوفه في الدول الأخرى تاع الخارج، يهتموا ياسر بالحيوانات. احنا بمجرد انك تجيبوا وتوكلوا وتحطوا ساي. البنات اللي من سطيف وقولوا لنا يعني على حدائق التسلية اللي عندكم في سطيف، واللي عندكم في جيجل كذلك كاينه حديقة على بالي، كاين في دزاير حديقة الكبيرة. احنا شوفوا ديك النعامة، صراحة انا ما نحبهاش، ما عجبتنيش شوفوا كيف قاعدة تنقب. هلا يا بعد ما فتحولنا يعني كامل حدائق التسلية، وفتحوا لنا بعد الحجر هذا والكونفينمون اللي طربتنا فيه ربطة كبيرة، يعني ما عندكش حتى وين تروحي تتنفسي وين تدي دراري. دونك داروا عملوا فينا مليح وحلوا لنا هذم الحدائق، حكى على الأقل العبد يلقى إسباس فاميليال وين يقدر يدي العائلة ويقدر يتنفس ويقدر يدور ويقدر يكتشف.
يعني خليكم مع هذه المناظر، هذه المستنقع كما قال لي ابني، مستنقع وقاعد يشوف في هذوك الضفادع قاعدين ينقزوا، لي مناظر ولا أروع. يعني جميع الحيوانات كاين حيوانات الكل، مش كل مي كاين، يا لا بليبار كاين. انا ما صورتش كلش، يعني انا يا كاين الناس هكا نحشم اني نهز قدامهم التليفون ولا نصور في وجههم ولا كيما انا ما نحبش الناس تصورني، انا ترى نحترمهم، يعني واش قدرت نصور راني صورت جوست باه نتقاسم معاكم هذه المقاطع وجوست باش نعرفكم واش كاين. هذا العطروس الابيض والعطروس الاسود، وهذا حصان، وهذاك الحمار كان قاعد يلعب، يعني ما فهمت كيف ما حكمتوش، وهذه الخيمه المشهوره اللي فيها الجمل، كذلك تقدري تركبي فيه وتروحي تضربي به دوره يعني للدراري. ومع ميناء مدينة القلعة نخليكم على خير وعافية، ونقولكم إن شاء الله لفيديو تاعي يكون عجبكم، وتعملوا لي جام للفيديو والاشتراك في القناة. نتلقاو في فيديو جاي، سلام.